يا صباح الفل على حضراتكم مشاهدي قناة تايم سبورتس، يوم جديد من برنامج العبها صح. وبالفعل حدث بالفعل، انتهى موسم 2018-2019 من الدوري المصري الممتاز بعد ما تابعنا امبارح مباراة القمة رقم 118. ايا كانت النتيجة، ايا كان الاداء، حتى لو البعض كان منتظر مباراة اقوى فنيا، اقوى هجوميا، اقوى تكتيكيا، ولكن بتبقى مباراة القمة ليها متعتها الخاصة من خلال متابعتها عند كل الجماهير، عند كل محبي الكرة المصرية والعربية، حتى الناس اللي ممكن ما تكونش بتنتمي للكرة المصرية بشكل واضح وصريح، ولكن بيبقى ديربي القاهرة من أهم الديربيات اللي أكيد بيحب يتمتع بها كل الجمهور في الوطن العربي. أكيد على مدار الثلاث ساعات القادمة هنتكلم عن مباراة القمة وعن كل القضايا اللي بتطرح دلوقتي في الساحة الرياضية سواء في مصر أو في العالم. وفي البداية أكيد حابة أصبح عليك يا كريم، صباح الفل. صباح الفل عليك يا مرهان، صباح الفل على حضراتكم، يوم جديد سعيد عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم. النهارده بجد يوم سعيد، يوم سعيد عشان خلاص خلصنا اطول دوري شفناه في حياتنا، دوري طويل جدا، دوري العام الكامل خلص امبارح مباراه الاهلي والزمالك اللي عدت الحمد لله على خير. شويه حاجات كده حصلت في نهايه المباراه، ولكن المباراه بشكل عام كان فيها روح رياضيه من الفريقين، كان فيها ممكن نقول نديه، ولكن ما كانش فيها كوره حلوه للاسف. يعني ماتش الاهلي والزمالك امبارح ما كانش فيه كره ممتعه، كان كره شويه ممله. نفس الامر كان بالنسبه للماتش اللي كان موجود في الدور الاول، بس الدور الاول كان عنده ظروف خاصه جدا، امطار، وكان الملعب ما كانش قادر يستحمل المباراه. عشان كده للاسف ماتشين الاهلي والزمالك السنه دي ما كانوش ممتعين. لكن الاهم والسعيد والخبر الحلو ان احنا خلصنا الدوري، دوري بكل ظروفه الصعبه. ظروف صعبه دي علينا وعلى الظروف الطبيعيه علينا، دي اللي هي ايه، احنا ما قدرناش ندير المسابقه بالشكل الامثل في امور ليها علاقه بالمؤجلات وتاجيلات وطلبات من الانديه. وفينا لكل الانديه السنه الجايه احنا مش هنعمل كده، انا متاكد. نفس الامر للظروف الخارجيه، الظروف الخارجيه اللي ليها علاقه ببطولات افريقيا اللي كانت متلاحمه السنه دي عشان تغيير موعدها، كاس الامم الافريقيه اللي نظم في مصر، في امور طبعا البطوله العربيه كمان اضافه عليها. يعني كل الامور دي صعبت من شكل مسابقه الدوري السنه دي وشكل نظام مسابقه الدوري السنه دي. ان شاء الله السنه اللي جايه يبقى الدوري افضل. بالمناسبه رغم كل الظروف دي الدوري ده كان مثير جدا على كل المستويات، سواء على الصداره او حتى على منطقه الهبوط او حتى على المركز الرابع او المراكز المؤهله للبطولات الافريقيه. في النهايه كسبنا لعيبه كتير السنه دي ولعيبه مميزه جدا في هذا الموسم، كسبنا منافسه كبيره جدا على الصداره، بالتاكيد كانت الصراع على الهبوط صراع كبير جدا. كل سنه وانتم طيبين، الدوري خلص. الدوري خلص، ولكن بنامل بقى ان بدايه من الموسم اللي جاي يتم التواصل مع كل مجالس اداره الانديه اللي بتشارك محليا وافريقيا ايا كانت مشاركتهم ايه، حتى كمان في البطوله العربيه. خلاص يصبح ان في معلومات ولوائح وفاكسات بتتبعت بشكل رسمي ان مفيش مؤجلات، ان خلاص اي حد هيكون عنده تداخل في المباريات، بمعنى ان في نفس اليوم ده اللي هيتم اخذه في الحسبان. ولكن ان انت تتوقف عن اللعب لمده شهر علشان بتشارك في بطوله تانية، او تغيب عن المنافسه المحليه اسابيع واسابيع بسبب مشاركه اخرى في بطوله تانية، ده اللي ان شاء الله يتم السيطره عليه، لان العواقب بتاعته لما تابعناها في الموسم دوت خليته موسم ممكن استمتعنا بيه كاثاره في الكوره وكاثاره في النتائج وكصراع على سواء في المنطقه المتذيله او حتى في المنطقه المتقدمه، كل ده تابعناه واتبسطنا بيه. ولكن على الصعيد بقى الاخر كان مش مريح بالنسبه لكل مجالس الاداره، للاعبين، للاجهزه الفنيه، للجماهير، عمل لغط كتير، مين كان يحق ليه ده هو يتاجل له مباريات، مين ما كانش يستحق. كل الكلام دوت نقدر نتفاداه ان شاء الله من خلال تواصل واضح وصريح ومعمول ممنهج على الجميع. يعني لو قدرنا نوفر ده ممنهج على الجميع ان شاء الله ما نقدرش ان احنا نشوف تكرار لسلسله المؤجلات والمواسم الاستثنائيه والمواسم الطويله، ونبتدي ننظم كده الاسابيع بحيث ان احنا ننهي الموسم في شهر 6. يا رب. شفت شهر 6 حلو ازاي؟ انا بقى مسكت في كلمه انت قلتيها في النص كده، هي كلمه صحفيه بتتقال طول الوقت وهي حقيقيه بتحصل، يعني فاكسات. يعني بالمناسبه بما اننا هنطور الدوري نتطور موضوع الفاكسات. دلوقتي ما حدش بيبعت فاكسات في العالم، بيبعتوا ايميلات، لكن كل مره بنسمع طب ما بيبعتوا ايميلات وتلاقي مجالس الاداره في الانديه مش بيفتحوا الايميل. ايوه ما انا هقول لك اهو، يقول لك فاكس من اتحاد الكوره، فاكس من النادي الاهلي، فاكس ايه يا جماعه، ما فيش فاكسات في العالم كله. زي بالظبط كده لما يقول لك ايه، النادي الاهلي يدرس فريق مش عارف مين من مدغشقر بشرايط فيديو. شرايط فيديو ايه؟ ما فيش شرايط فيديو دلوقتي، في يعني سيديهات، في حاجات ثانيه. فان شاء الله
مع التطوير نطور موضوع الفاكسات ديت ويبقى فيه ايميلات والناس كلها تستعمل واتسابات يا كريم. مش مهم احنا المهم بس نتواصل ويكون في لغه حوار ويكون في قوانين معينه يتم بقى اللي هي تطبيقها على الكل وبدون اي استثناءات علشان باذن الله نستمتع بالموسم اللي جاي باثاره كرويه وايضا في التنظيم والتنسيق من حيث مباريات ومواعيدها وما يكونش في اي تاجيلات غير مبرره يعني الا بقى في الشديد الاول اللي لازم يحصل. ولو ان احنا من متابعتنا للدوريات بقى في اوروبا وبنشوف المشاركات الكبرى بتكون عند الانديه سواء بقى اوروبيا محليا في الكاس كل الحاجات دي بتحصل وبيبقى ان اللاعبين بيقدروا ان هم يعملوا كل ده. بنتكلم برضو ان المسافات دلوقتي في اوروبا غير في افريقيا ولكن برضو الدنيا اتطورت الانديه اللي بتشارك افريقيا عندها تسهيلات وعندها بالظبط قدرات ماديه تخليها ان هي تتفادى فكره ان الدنيا مسافات فكل المشاكل اللي بنتكلم فيها لا ليها حلول بس احنا نكون عايزين نوصل للحل الامثل وان شاء الله ده يحصل بدايه من الموسم القادم. المباراه بقى نفسها مباراه الاهلي والزمالك امبارح كانت مباراه مش ممتعه زي ما قلت لحضراتكم وعايز اقول لكم حاجه بصراحه. الاهلي على مدار الموسم ما كانش فريق ممتع، فريق كان عملي وذكي وقدر يستغل اخطاء نادي الزمالك سواء الفنيه في الملعب او حتى في امور تغييرات المدربين، ولكن الاهلي ايضا حالته الفنيه على مدار الموسم ما كانتش عظيمه، وبالتالي الاهلي محتاج الموسم اللي جاي عشان يقدر ينافس على البطوله الافريقيه بشكل قوي محتاج تغييرات كثيره فنيه، ربما يكون المدرب ربما يكون في بعض اللاعبين، ده اللي هيشوفه اداره النادي الاهلي مع لجنه التخطيط الموجوده في النادي الاهلي. ده بالنسبه للاهلي. الزمالك كان بادئ الموسم بشكل رائع جدا واستمر فتره هو افضل فرق الدوري على الاطلاق، وكان كل الناس بترشح الزمالك للفوز بالدوري، والزمالك فريق رائع فعلا وعنده لاعبين رائعين، لما تقول محمود علاء، طارق حامد، جنش، فرجاني ساسي، كل اللعيبه وكان كهربا قبل ما يمشي كمان، كل اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك عندهم عناصر اساسيه قويه، اعمده اساسيه ممكن تخلي الفريق ده فريق كبير جدا، حصل تغييرات في الجهاز الفني، حصل تغييرات في اللعيبه، خلت النهايه للزمالك او نهايه موسم الزمالك بالشكل السيء اللي احنا شفناه ده، وبصراحه انا عايز اشكر الكابتن خالد جلال على دوره اللي عمله في الفتره الاخيره مع نادي الزمالك بعد رحيل جروس، الراجل تحمل مسؤوليه في وقت صعب جدا، أصعب وقت في الموسم للزمالك كان الوقت ده، وبالتالي خالد جلال كانت أكيد المسؤولية أكبر منه وأكبر من أي مدرب يجي في الوقت ده، عشان كده كل الشكر للكابتن خالد جلال. الزمالك حالته ما تقولش إن الموسم اللي جاي هيبقى سيء، بس محتاج شوية تربيطات صغيرة، مدير فني جيد، مدير فني ياخد الثقة والاستقرار وبعض اللاعبين والعناصر القليلة تخلي الزمالك يخش الموسم اللي جاي بشكل قوي. والأهم من كل ده إن طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود علاء، جنش، دي اعمده الزمالك الاساسيه، لو حصل فيها اي تغييرات هيبقى الزمالك ممكن عنده مشكله الموسم اللي جاي. وضيف عليهم كمان عشان ما انساش عبد الله جمعه اللي عمل موسم رائع جدا. طيب انت كمان بتتكلم عن كابتن خالد جلال ودوره على مدار المباريات اللي فاتت وتوليه القياده الفنيه في وقت كان حساس جدا، وقت صعب اكيد، اي مدير فني كان هيتولى القياده في الوقت دوت كان اكيد هيمر بضغوط عاليه جدا، لان نادي الزمالك كان بينافس على لقب الدوري من البداية وكان متواجد وبقوة. ولكن على الصعيد الآخر مستر مارتن لاسارتي بعد الفوز بالدوري وبعد برضو الفوز على نادي الزمالك امبارح الإشادات ما كانتش أحسن حاجة، الكلام على الإدارة الفنية ما كانش أفضل حال، دي برضو من الحاجات اللي الواحد يبص ليها إن مش شرط درع الدوري ولا النتيجة هتكون ممكن حامية مستر مارتن لاسارتي من أكيد في محادثات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، هم عايزين يشوفوا النادي بالتوليفة دي بالمجموعة دي من اللاعبين بالصفقات اللي بيسعوا إليها يشوفوه إزاي في المنافسة اللي جاي. الموسم اللي جاي بالنسبة لي أتوقع أن جماهير نادي الأهلي مش هتتقبل أي حاجة في أفريقيا غير البطولة، يعني دي نقطة أكيد هيكون بيسعى عليها النادي الأهلي وبشكل كبير جدا من بداية من خروجه أصلا من البطولة في الموسم اللي فات، هو أكيد بيسعى أن هو يكون تواجده في أفريقيا في الموسم اللي جاي تواجد للفوز مش مجرد مشاركة أو أما نشوف الدرو هيكون إزاي أو القرعة هتوصلنا لإيه. فبالتالي كمان في تحديات هتكون كبيرة جدا على مستر مارتن لاسارتي في الموسم اللي جاي تحديدا أفريقيا، المنافسة المحلية مش بنتكلم ان هي اكبر حاجه بتشغل اذهان دلوقتي مجلس اداره النادي الاهلي بل المنافسه الافريقيه هي الاهم، فهنشوف ازاي هيتعاملوا مع القضيه دي، هل دي ممكن تكون حاجه ماخوذه في الحسبان، هيبقى على اساسها مستر مارتن لاسارتي ولا هيكون في ورقه ثانيه شايفينها تكون رابحه بشكل افضل مع المجموعه ديت ومع الطموحات. امتى يمشي لاسارتي؟ يعني امتى يمشي مارتن لاسارتي من النادي الاهلي؟
في خيارين قدام مجلس إدارة النادي الأهلي، واحد صعب جدا والتاني ربما يحدث في الأيام القادمة. أول واحد إنه يشوف مدرب محلي، مدرب محلي إدارة النادي الأهلي مش شايفة مدير فني محلي أهلاوي يليق بالنادي الأهلي أو يقدر يدرب النادي الأهلي في الوقت الحالي سوى كابتن حسام البدري، وكابتن حسام البدري وإدارة النادي الأهلي علاقتهم مش في أفضل حال في الفترة الحالية، وبالتالي استبعاد المدرب المحلي من تفكير إدارة النادي الأهلي ده موجود وهو الحاصل حاليا. طيب الخيار الثاني هو مدير فني أجنبي بدلا من لاسارتي. امتى الأهلي يجيب مدير فني أجنبي؟ لو لقى سي في ومدرب أفضل من لاسارتي في الماركت بتاع المدربين الأجانب، لكن الأهلي مش هيروح يجيب مدرب على مستوى لاسارتي، هيقول لك لا سيب الاستقرار أفضل، سيب الراجل اللي قعد مع الفريق في معسكر في إسبانيا، وبالتالي لاسارتي هيكمل لو الأهلي ما لقاش مدرب أجنبي أفضل منه، وبالتأكيد المحلي هيبقى الأمر صعب في الوقت الحالي. هنشوف اكيد الاداره الفنيه دلوقتي، مجالس الاداره شغال على قدم وساق، مش بس اهلي وزمالك، كل مجالس الاداره، ولكن طبعا بالنسبه للنادي الاهلي والزمالك هي بشكل اكبر، لان كانت المباريات لسه منتهيه امبارح على عكس كل الانديه الاخرى اللي كان عندهم وقت طويل جدا وطوال بقى مشوار منتخبنا الوطني كمان في امم افريقيا، كانوا شغالين، كانوا معسكرين، كانوا بيتمرنوا، كان عندهم فرصه ان هو يتكلموا ويفكروا بشكل اهدى بكتير، فضوا دماغهم من بدري لان انتهوا من مبارياتهم، ولكن على عكس الاهلي والزمالك اصبح الوقت مضغوط بالنسبه لهم بشكل كبير جدا. كاس مصر، كاس مصر، احنا لسه في كاس مصر، ولسه في سوبر، لسه في فاضل ديول لسه للموسم اللي فات، وان شاء الله تنتهي بسلام وبسرعه عشان نستعد لكل ما هو قادم باذن الله في المنافسه المحليه بالنسبه لانديتنا المصريه.